السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بص يا شيخ، مامتي ممكن تقولي مامتي اللي انا البس الحجاب، عشان هي مش عايزة، عشان هي مش عايزة البس الحجاب وهي سمعاك. انت ما اسمك؟ اسمي مليكة. اسمك مليكة؟ ماذا؟ يا ام مليكة، دربي بناتك على الطاعة منذ الصغر من غير إكراه، البنت هي تحب ذلك، فلا تحولي بينها وبين ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في فم الحسن بن علي تمرة، كان صبيا صغيرا، فاستخرجها من فمه قائلا: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ وقالت: الربيع بنت معوذ رضي الله عنه: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاع أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، لعبة عروسة يلعب بها حتى تغرب الشمس. ورأى عمر نشوانا، أي رجلا سكرانا، فضربه وقال: ويلك، وصبياننا صيام، فتدريب الأولاد على الطاعة مطلب من غير إكراه شديد ولا تجديد. ألا تعلمي أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع، باب التعليم. وأحسن من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والله أعلم.